شو تعريف المادة؟ هو كل ما يحيط بنا ويشغل مكان يسمى على صوتك مادة. يلا سويها يا اياد، احنا كنا سوا. هو كل ما صوت واحد، هو كل ما يحيط بنا ويشغل مكان يسمى وش يسمى؟ المادة إلها صفات، المادة إلها صفات. أول صفة من صفاتها قلنا شنو؟ اللون. إيش بيها ألوانها؟ مختلفة. افتح لنا أحمد ليش الأصباغ مالتك؟ إيش بيها الأصباغ مالتك ألوانها؟ مش شابهة لو مختلفة؟ شنو ألوانك؟ طلعنا ألوانك، طلعنا ثلاث ألوان من عندك، طلعنا ثلاث اختار. هذا يو لون؟ برتقالة. شنو بالإنجليزي؟ أورنج. طلعنا بعد لون ثاني. هذا يا لون احمر. احمر شنو بالانجليزي؟ ريد. بعد طلع لنا لون. هذا يا لون اصفر. اصفر شنو بالانجليزي؟ اي يلو. يلو يلو. هسه كم لون انت مطلع؟ ثلاثه. الوانها مش شبه لو مختلفه حمودي؟ احسيت مختلفه. إذا أول صفة من صفاتها هو اللون. إيش بيها ألوانها؟ مختلفة. إيش بيها ألوانها؟ نجي على الصفة الثانية. الصفة الثانية اللي هي تظهر لها المظهر، اللي مظهر الصفة هي الشكل. الشكل هو مظهر الصفة. إيش بيها أشكالها؟ مش شبه مختلفة؟ مختلفة. تعال نشوف هنا يوسف زياد. يوسف زياد شنو عندك هنا؟ قلم. إيه؟ ماسكارا. مساحة. مساحة، زين. ايش بيها اشكالها؟ مش شبه مختلفة؟ مختلفة. مختلفة، تقدر شنو تقول لنا مسطرة بالانجليزي؟ منها اخذتوها من بيصة الكيس، شنو اخذتوها المسطرة؟ من يقول للمسطرة شنو؟ احسنت، والقلم الرصاص؟ بينس. بينسل. احسنت، ممتاز. زين، نجي هنا، اصباغ زيد، زيد، اصباغك ايش بيها الوانها؟ شوفنا الوانك، طلع لنا لونين من عندك، يلا زيودي. يلا اختار لنا لون. هذا يو لون اصفر. شنو بالانجليزي؟ يلو. يلا بعد. هذا شنو بالانجليزي؟ اورنج. بطل. بعد هذا يو لون وردي. شنو بالانجليزي؟ بينك. احسن. اذا ايش بيها الوانها؟ مختلفه. واشكالها؟ مختلفه. زين تعال يموني. يموني ها شنو هاي هنا؟ دراجه. وهنا قوم وقف يموني. هاي هنا شنو هنا؟ هاي؟ ايه طيارة. ايش بيها اشكالها؟ مش شابهة لو مختلفة؟ مختلفة. الطيارة شكل الطيارة ليش نفس؟ الطيارة شكل الطيارة طائرة. يشبه شكل الدراجة يا مال؟ ايش بيها اشكالها؟ مختلفة. احسن. اذا اشكالها ايش بيها؟ مختلفة. نجي على الحجم. الحجم ايش بيه؟ كبير او صغير؟ كبير او صغير. تعال حمد حسام قوم وقف. هاي الكرة، كرة القدم، تشبه هاي الكرة الصغيرة؟ لا. ايش بيها هاي الكرة؟ هاي كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة. كبيرة. وهاي؟ صغيرة. يعني ايش بيها حجمها؟ واحد كبير واحد صغير، ايش بيها احجام؟ مش شابهة مختلفة؟ مختلفة. مختلفة، احمد لازم تنتبه وياي، إذا أحجامها ايش بيها؟ مختلفة. مختلفة، يلا يونسي، يونس محمود. يونسي يلا. الملمس شلون الملمس؟ ليخة. اي شلون ملمسها؟ ليفه. ناعم لو خشن؟ المسها بيتك. المسها ناعم. ليفه خشن. حط ايدك، حط ايدك عليها. خشن ملمسها. زين نلزم هاي قطعه الصوف. شلون ملمسها؟ الصوف ماما. شلون ملمسها؟ ناعم. شلون ملمسها؟ بيا حاسه لمستها؟ حاسه السمع. اللمس. حاسه اللمس. بيا حاسه؟ حاسه اللمس. يلا يا ريان تعال شوفوا لنا الشمع. الشمع شلون الوانها هاي؟ مش شابهه مختلفه؟ مختلفه. ايش بيها الوانها؟ اعطينا الوانها. احمر. ايه احمر وايدي. اخضر. اخضر. ايش بيها الوانها؟ مختلفه. زين بيها حاسه تشوفها؟ حاسه البصر. البصر. حاسه البصر. من هو المسؤول عن حاسه البصر؟ العيون.
العين. منو مسؤول عن حاسة البصر؟ عين. أحسن، شكرا لك ريان. يلا محمد، هنا شنو عندك أشكال مختلفة؟ شنو عندك؟ مسطرة. مسطرة إيه؟ مساح. مساح فيها أشكالها مش شابة ولا مختلفة؟ تقدر تقول لنا شنو يعني مساحة بالإنجليزي؟ والمسطرة؟ زين يلا أمير، شنو ألوانك؟ شبيها ألوانك أشكالها؟ ألوانها مختلفة. اعطيني هاي الألوان، هذا يولون إيه بالإنجليزي؟ زين وهذا شنو بالإنجليزي؟ بالإنجليزي بلو. أحسن. يلا يا أيود، شبيها أصباغك؟ ألوانها مش شابة أم مختلفة؟ مختلفة. كلها نفس الشيء أو مختلفة؟ زين وين اليلو؟ يلو وين اليلو؟ جرين وينه؟ احسنت ممتاز. اذا شبيها الوانها مختلف؟ ابي حاسه شافها، حاسه البصر، حاسه البصر شافها بيا عضو العين لما لمسه بالملمس، ملمس ناعم وملمس خشب. يا حاسه، حاسه اللمس هو اليد والجلد. اذا الوانها مختلفه، اشكالها مختلفه، احجامها مختلفة، والملمس ملمس ناعم وملمس خشب. نجي على حالات المادة. المادة إلها حالات. المادة إلها ثلاثة حالات. كم حالة المادة؟ ثلاثة. كم حال المادة؟ الصفات شقد؟ والحالات؟ ثلاثة. زين، أول حالة عندها حالة سائلة وصلبة وغازية. سائلة وصلبة وغازية. انتبهوا وياي سوا على النشيد. يلا نتعلم ونستفيد. يلا سوا وياي. يلا نتعلم ونستفيد. يلا نتعلم ونستفيد. حالات المادة بشكل جديد. حالات المادة بشكل جديد. سائلة صلبة غازية. سائلة صلبة غازية. سائلة صلبة غازية. أنا السائلة مائية. أنا السائلة مائية. أنا الصلبة قوية. أنا الصلبة قوية. أنا الغازية هوائية. أنا الغازية هوائية. حالات المادة شقد؟ ثلاثة. سائلة، سائلة مثل منو؟ مثل الماء، مثل الماء نقول عليها سائلة. الشاي، الحليب، العصير شو نقول عليها؟ سائلة. الصلبة مثل السهائل، شيء قوي شو نقول عليه؟ صليبة. النفاخة هنا شوفوها، النفاخة شنو يا حالة؟ غازية. النفاخة غازية. البخار يطلع من الجدر أو من القرن اللي يفون يسوي لكم ماما شاي أو حليب، مش شوفون البخار يطلع؟ هيا حالة نسميها حالة غازية. يوم ترجعوا يطلع بخار ماما، هاي حالة غازية. من تشوفون ماء وعصير ماما، هاي حالة شنو؟ حالة سائلة. سائلة. الماء، العصير، الشربة اللي كله يا حالة، حالة سائلة، حالة سائلة. والنفاخة حالة غازية، غازية. الكتب الرحلات الحصوة شكو عليها؟ حالة صلبة. شكو عليها؟ حالة صلبة. عافية بالأبطال، صفوا نفسكم.